الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحرم رجل بالحج مفردا وقدم إلى مكة في اليوم السابع مثلا، وطاف طواف القدوم المسنون، وأتبعه بسعي الحج، قدم سعي الحج، وفي اليوم الثامن غير نسكه إلى التمتع، هل تلزمه عمرة كاملة؟ وهل يجزئه السعي السابق عن سعي الحج أم يسعى سعيا آخرا بعد طواف الإفاضة؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان لم يعتمر في أشهر الحج ولم يسق الهدي ثم أحرم مفردا، فإن المستحب له أن يفسخ نسك الإفراد ويقلبه إلى التمتع، لأن من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قارنا أو مفردا ولم يسق القارن الهدي، فإنهم بعدما طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا ويقصروا ويجعلوها عمرة. فالمستحب للإنسان إذا أحرم قارنا ولم يسق الهدي، أو أحرم مفردا ولم يكن قد اعتمر في أشهر الحج قبل ذلك، فإن المستحب له بعد طواف القدوم والسعي أن يجعلها عمرة، أن يتحلل بالتقصير ويجعلها عمرة، وسواء كان هذا التحلل بعد الفراغ من السعي مباشرة أو أنه أخره إلى اليوم الثامن. فإذا بقي الإنسان على إحرامه مفردا إلى اليوم الثامن ثم رأى أنه يقلب نسكه من إفراد إلى تمتع فله ذلك، فيقصر ويتحلل تحللا كاملا ثم يعود فيهل بالحج مرة أخرى. إذا فعل ذلك فإن نسكه ينقلب من كونه مفردا إلى كونه متمتعا، ويكون الطواف الذي طافه إنما هو طواف عمرة التمتع، والسعي الذي سعاه إنما هو سعي عمرة التمتع، والتقصير الذي فعله إنما هو التقصير للتحلل من عمرة التمتع حتى ولو تأخر قليلا فلا بأس، فيكون طوافه وسعيه السابق منزلا منزلة العمرة، يكون في ميزانه أنه قد اعتمر عمرة مستقلة لها طوافها ولها سعيها. ومن المعلوم أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، أما الطواف الأول فهو طواف عمرته، والطواف الثاني طواف لحجته، وأما السعي الأول فهي سعي لعمرته، وأما السعي الثاني فهو سعي لحجه. فبما أنه قلب نسكه من إفراد إلى تمتع بالطريقة التي شرحتها له، فيكون طوافه وسعيه السابق خاصا بعمرة التمتع، وتحلله هذا ينوي به تحلل من هذه العمرة، ثم يعود فيهل بالحج مرة أخرى، هكذا شأن نسك التمتع. ثم إذا جاء اليوم العاشر عليه طواف وسعي، طواف للحج وسعي للحج، فلا يكتفي المتمتع بالسعي السابق الذي سعاه بعد طواف القدوم، لا، لأنه بعد فسخ النسك إلى التمتع أو بعد قلب النسك إلى التمتع يعتبر سعي العمرة، والمتمتع لا بد أن يفصل بين طواف العمرة وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة وبين سعي العمرة وسعي الحج، فعليه طوافان وسعيان. فيبقى عليه بعد إهلاله بالحج أن يذهب إلى عرفات ويبقى فيها إلى الغروب، ثم يرجع فيبيت بالمزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الصدر أي طواف الإفاضة، ثم يسعى بعده سعي الحج. فإذا يبقى عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، فلا يكتفي في هذه الحالة بالسعي السابق، لأنه سعي جعله لعمرته، لأنه قلب نسكه إلى تمتع، والله أعلم.